شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. الحمد لله تعددت أنعمه وآلاؤه، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. وبعد، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، موضوع درس اليوم فضل أيام التشريق ومكانة الذكر فيها. هنيئا لنا أن اجتمع لنا هذا العام عيدان، عيد الجمعة وعيد الأضحى المبارك. وأيام العيد وأيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد العيد، وهي الأيام المعدودات، سميت بذلك إما لكون الحجاج كانوا يشرقون اللحم فيها، أي يقددونه ويضعونه في الشمس، وقيل لكون الصلاة والذبح يتمان بعد شروق الشمس وطلوعها. جاء عند مسلم قوله عليه السلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. وهذه هي الأيام المعدودات التي قال الله عز وجل فيها: اذكروا الله في أيام معدودات. وجاء في المسند عند أحمد قوله عليه السلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. ويوم القر هو ثاني أيام العيد، وهو أول أيام التشريق، سمي بذلك لأن الحجاج يستقرون في منى لمتابعة رمي الجمار. ولما كانت هذه الأيام هي آخر أيام موسم فاضل، وهو موسم الحج، فيها يكمل الحجاج حجهم، وغير الحجاج يختمونها بالتقرب لله تعالى بالأضاحي بعد العمل الصالح في أيام العشر، وهي الأيام المعلومات. من أجل ذلك شرع أن يختم هذا الموسم بذكر الله تعالى للحجاج وغيرهم، وتلك سنة سنها الله تعالى عقب انتهاء بعض العبادات. ففي شأن الذكر عقب الصلاة جاء قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وفي صلاة الجمعة جاء قوله جل جلاله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وجاء في الحج: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إلى قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا، إلى قوله جل جلاله: اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وفي عبادة النسك في الهدي والأضحية قال تعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. هذا أيها الكرام أيها الكريمات، فمن الذكر المشروع في هذه الأيام المباركة التكبير المقيد بأدبار الصلوات المكتوبات بعد 15 فريضة وقتية، بدءا من ظهر يوم الأضحى حتى صبح اليوم الرابع، والتكبير المطلق كذلك في كل وقت إلى غروب شمس يوم 13 للحجاج وغيرهم. وقد كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا تكبيرا.
فكذلك كان دأب السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، بل بلغ من أهمية التكبير المقيد بأدبار الصلوات أن العلماء قالوا يقضيه الإنسان إذا نسيه، فإذا نسي أن يكبر عقب الصلاة فإنه يكبر إذا ذكر ولو أحدث أو خرج من المسجد ما لم يطل الفصل بين الصلاة والتكبير. وهذا التكبير المطلق مشروع أيضا في جميع الأحوال في البيت وخارجه وفي المسجد وفي الطريق في الأيام العادية في غير زمن كورونا، تعظيما لله تعالى وإجلالا له وإظهار لشعائره. فأيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم أبدانهم بالأكل والشرب ونعيم قلوبهم بالذكر والشكر، وبذلك تتم النعمة. وكلما أحدثوا شكرا على النعمة كان شكرهم نعمة أخرى فيحتاج إلى شكر آخر، وبذلك ندخل في تسلسل لا ينتهي الشكر أبدا على حد قول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف وقوع الشكر إلا بفضله إن طالت الأيام واتصل العمر. إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر، وما منهما إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب إنما يستعان بذلك على ذكر الله تعالى وطاعته، وذلك من تمام شكر النعمة أن يستعان بها على الطاعات. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالأكل من الطيبات والشكر له، فمن استعان بنعم الله على معاصيه فقد كفر نعمة الله وبدلها كفرا، وهو جدير أن يسلبها. إذا كنت في نعمة فرعاها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. فإن تعطي نفسك آمالها فعند مناها يحل الندم، وخصوصا نعمة الأكل من لحوم بهيمة الأنعام كما في أيام التشريق هذه، فإن هذه البهائم مطيعة لله لا تعصيه، وهي مسبحة له قانتة كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وإنها تسجد له كما أخبر ذلك في كتابه العظيم: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وقال أيضا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وربما كانت هذه البهائم أكثر ذكرا لله من بعض بني آدم، وفي المسند مرفوعا: رب بهيمة خير من راكبها وأكثر لله منه ذكرا. وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن كثيرا من الجن والإنس كالأنعام بل هم أضل، لذلك أباح الله عز وجل ذبح هذه البهائم، هي مطيعة ذاكرة له، أباحها لعباده المؤمنين حتى تتقوى بها أبدانهم وتكمل لذاتهم في أكلهم اللحوم. أباح ذلك للمؤمنين ليكمل بذلك قوة عبادته أو قوة عباده وعقولهم، فيكون ذلك أدعى ويكون عونا لهم على علوم نافعة وأعمال صالحة يمتاز بها بنو آدم على البهائم ويتقون بها، بل يتقوون بها على ذكر الله عز وجل. فلا يليق بالمؤمن مع هذا إلا مقابلة هذه النعم بالشكر عليها والاستعانة بها على طاعة الله عز وجل وذكره، حيث فضل الله ابن آدم على كثير من المخلوقات وسخر له هذه الحيوانات. قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله
لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أيها الإخوة والأخوات، إن في النهي عن صيام يوم العيد وأيام التشريق بعد الاجتهاد في العمل الصالح في العشر من ذي الحج من ذي الحجة لمن لم يحج وبعد أعمال الحج لمن حج، في هذا النهي عن الصيام وإباحة التمتع بما أحل الله من طيبات، في ذلك إشارة إلى حال المؤمن في الدنيا، فإن الدنيا كلها أيام سفر كأيام الحج، وهي زمان إحرام المؤمن عما حرم الله عليه من الشهوات، فمن صبر في مدة سفره على إحرامه وكف عن الهوى، فإذا انتهى سفر عمره ووصل إلى منى المنى فقد قضى تفثه ووفى نذره، فصارت أيامه كلها كأيام منى، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وصار في ضيافة الله المنعم جل جلاله وفي جواره أبد الأبد. ولهذا يقال لأهل الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، ويقال لهم أيضا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فمن صام اليوم عن شهواته أفطر عليها غدا بعد وفاته، ومن تعجل ما حرم عليه من لذاته عوقب بحرمان نصيبه من الجنة وفواته. شاهد ذلك: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. ألا فاتقوا الله ربكم وعمروا أوقاتكم بذكر الله تعالى وشكره وطاعته في هذه الأيام وفي سائر أيام الله، فكمن قضت هذه الأيام الفاضلة على المفرط والمحسن معا مع الفارق الكبير من عملهما، فكذلك الدنيا ستنقضي على الجميع. فعظموا حرمات الله وقدسوا شعائره في أيام العيد وفي أيام التشريق وفي سائر أيام العام، وعيشوا بقيم الإسلام العظيمة في الإيمان والعبادات والأخلاق والمعاملات، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فاعبدوا الله مخلصين له الدين، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الكائنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.